السلام عليكم الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ثاني يوم في رمضان. ما بارطاجيش معكم النهار الاول حيت ما قدرتش، صبحت عيانه نهار الاول في رمضان وداك الشيء مع التماره اللي كندوز في التماره، وهذا صبحت عيانه فما قدرتش نصور لكم، ما نكذبش عليكم. واليوم عاود ثاني، مهم درت الميناج ديالي ديال الصباح، سيقت الدار، جمعت الدار وكل شيء. دابا مشينا جبنا اسعد وامجد من ليكول مع الثلاثه تيخرجوا، مشينا جبناهم وجيت للكارفور، كارفور ديال سلا. المهم البنات، الكارفور ديال سلا كنت جيت ليه داك النهار، كنت قضيت منه وصراحه ولا زوين. اجا اسعد عندك الطريق، صراحه ولا زوين، وحتى بلولين حتى الديزاين ديالو، المهم الشكل ديالو تماما تغير بالنسبه للكارفور ديال سلا، ولا زوين. وديك المره كانوا فيه التخفيضات ما بيهاش، ودابا قلت غادي نجي نشوف. الا كانوا بانوا لي داك النهاريات كانوا بانوا لي واحد النيجرات فيهم تخفيضات، الا لقيتهم مازال غادي ناخذهم، ما لقيتهمش راه ما غاديش ناخذهم. المهم انتم معايا في هاد لا فيديو هادي. بالنسبه للفطور ديالي راه ديجا واجد، دوك التحضيرات الاولى اللي كنت كندير داك الشيء، احنا غاديين عندو جودي صافي. من موراها طاكسي صافي، وغادي ندير غير سوب بواسون صافي ونطيب العشيوة ديالي. المهم انتوما معايا في هاد لافيديو هادي. شوف هادو عجبوني، عبدو هادو، هادو زوينة. هادي بغيت نديرها قدام الباب ديال الطواليط، اعزكم الله. ها انتم كديرها ب 103 دراهم، ديري ليها 49 درهم، ولكن راه زوينه. وحتى اللور ديالها ماشي داك اللي كيتفرتات ولا هذا، يعني هادي صبن ورد. هنشوف مع ناخذوا هادي، هادو دايرين 300 درهم ولكن صغيورين. انا ديك النهاريات كنت شفت الشوفه بانوا لي كبار، فجيت نشوف لقيت غير الكسكاس ديال البرمه، هذاك غير الكسكاس ديال البرمه، اما هما راه صغيورين. و 300 درهم بزاف. هذاك غير قصدير الكسكاس، ولكن صحاحين ولكن صغارين، كلهم ثلاثة بهم صغارين ما خدامينش ليا. المهم هنا لقيتوني، يلاه دخلت. بالنسبه لدوك الطناجر علاش مشيت انا يا البنات، ما زوينينش نهائيا، راني وريتهم لكم ما زوينينش، حالتهم صغيورين بزاف بزاف. المهم خديت، عرفتي ندمت عبدو مسكين، ندمته قال لي اش داني اختي. المهم خديت هاد الانواع ديال هاد الشاركوتري، انواع ديال الفرماج. هذا تنقولي انا غير الفرماج ديال طومي جيري حيت يكون متقوب من هنايا. هذا خديت هذا. المهم انا كلفت البنت هذا، عمري ما ذقته صراحه. هذا قالت لي صالي سكري ياك، هذا زوين، هذا ديجا انا كناخذ منه. هذا فرماج فيمي حتى هو كناخذ منه ديجا، هذا ما عمري ما خديته. المهم خليت لها هي الاختيار، ما عمري ما خديت هذاك. هذا كذلك هو مثال ما عمري ما خديته، حيت غدا ان شاء الله غادي الجمعه ولا المهم الجمعه ولا هذا ولا السبت في الغالب، واقيلا السبت هادشي عندي ماما، ماما كيعجبوها هاد سميتو. هذا ديال كروفيت، سوري هذا ديال الكروفيت، هذا تا هو عمري ما خديته. هذا ديال هذا تا هو عمري ما خديته، قالت لي راه زوين بزاف بزاف. وهذا ديال الكخام، هادو وديجا واخداهم، هاد الكروفيت تا هما ديجا واخداهم. والمهم غير هاد، غير والله القسم غير هاد الشويه، غير هاد غير بعدا هاد الاجبان، هاد الشاركوتري هذا والله الا 210 دراهم. قال لي عبدو، قال لي والله الا قال لي ضياع ديال الفلوس، ولكن عاوتاني راه كيصلاحو، ماشي كلشي كيتحط ولكن بصراحه كيصلاحو. المهم ندوز نكمل داكشي ديالي، نصايب لا سوب وداكشي. او المهم تكملوا معايا هاد لا فيديو هادي. كنت في كارفور ونسيت الفيرميسير ونسيت الصوصوجا، يلا غادي نصيب دابا عبدو يجيبهم ليا. هنا الحاجه الاولى اللي بديت فيها ملي دخلت الكوزينه، حكيت البوطه وغسلت تما واحد المعينات كانوا عندي، وعبدو جاب لي شي سخيره كانت خاصاني، بحال الفيرميسال، بحال داك هذيك الصوص ديال الصوجا داكشي. هنا الحوت جبته البارح، جبت شويه الصول وشويه الميرنا وشويه الكالامار.
الكالامار والكروفيت غادي ندير به لا سوب دو بواسون يعني شوربه الحوت وهذا والصول والميرطا غادي نقليهم. الشوربه ديال الحوت هنايا ديما كندير هذا الكروفيت درته في الماء يعني غادي اش غادي نقول لكم يتسلق ماشي غير يتسلق المهم غير داك الكروفيت كيتسلق ديك الميه المهم كيتسلق وصافي واحد 10 ديال الدقائق وغادي نحيدو باش داك الماء ما غاديش نلوحو فيه غادي نصايب الشوربه. وهنايا غادي ندير لهم سلطه ديال لي فيس هنا صافي راه قربوا يطيبوا. وهذا العشاء هنايا كيف ما قلت لكم هنايا درت هنايا الفخيضات ديال الدجاج هذا بالنسبه للعشاء غادي نحيدو عليا دابا باش في الليل ان شاء الله ملي نقربو نتعشاو غادي نقلي غير شويه ديال الفريت وصافي. ايوا هادشي اللي كاين. المهم نتوما غادي تدوزو معايا هاد الروتين هذا ديال هاد النهار هذا. هنا جلبانه جيت لقيت عبدو شاري لي واحد 3 كيلو كنعيط ليا قال لي واش تشري لك جلبانه قلت له صافي بركه قلت له زيد غير شي 2 كيلو ولا 3 هذه غادي نلقاها نحيدها عليا. هنايا الليمون تا هو غادي نعصرو وغادي نخرج واحد الميكا ديال الفريز غادي نطحنها مع الليمون. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم صافي هذا صافي بارك عليه غادي نطفي عليه غادي نصفيه وغادي نقي الكروفيت وهاد الميه كيف ما قلت لكم ما غاديش نلوحها بها باش غادي نصايب الشوربه صافي. المهم انا كنشارك معكم الروتين ديالي ديال كل نهار ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال كل نهار كل نهار ورزقو ما تقولوش بعدا واحد 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 النقطه العام اللي فات العام اللي فات بزاف ديال البنات كانوا كيدخلوا عندي كانت كتقول لي ماما كنتبعك اختي كتبعك هذا ولكن انتي كتبالغي بزاف. انا فاش كنبالغ ما كنبالغ حتى شي حاجه داكشي اللي عندي كنشاركو معاكم راه ما كندير شي حاجه اللي هي مستحيله راه تبارك الله راه كله خير وكله رزق والخير كامل عندكم البنات. انا كنشارك معكم بس افكار وصافي هادشي اللي كاين ما كنفوح عليكم ما حتى شي حاجه. واش الماكله حتى هي غيفوح بها الانسان راه لا راه كيف ما قلت لكم كله رزقو كله خيرو والخير كله عندكم ما شاء الله عليكم. المهم هادي بين قوسين وصافي بالنسبه قالوا لي ديزابوناو من عندك وداك الشيء كل واحد كيبقى على خاطرو وكل واحد كيدير اللي كيريحو. انا ما كنبسس على حتى شي وحده انها نقول لها تفرجي فيا ولا هذا داكشي كيبقى يعني حب متبادل وصافي. كنتو كتبغيوني راه غادي تتبعوني غادي تعرفوا اخباري غادي تتبعوا الفيديوهات ديالي ما كنتوش باغي ما مهتمينش راه ما غاديش. هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك. دونك هنايا ندوزو باش نوجدو الشربة ديال الحوت ديالنا. هنا خديت واحد المقلة فيها طرف ديال الزبدة كبير درت معلقة ديال الزبدة كبيرة ودرت تقدروا تعودوا الزبده بالزيت البلديه ولكن الزبده كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. وهنايا عندي واحد الراس ديال البورو كبير قطعته هكا دي مورسو صغيورين ودرته حتى هو غيتشحر هو الشامبينيون اللي ديجا درته حتى هو في الماء سخون وقطعته طريفات. بالنسبه للبورو الا ما عندكمش ديروا غير بصله متوسطه شلضوها وهكا ديروا تشحر مع هاد المكونات هادو. بالنسبه للشامبينيون نواغ الا ما عندكمش ديروا الشامبينيون ديال العلبه صافي. كيف ما قلت لكم زدت الملحه والبزار والعطريه ديال الحوت وبودره الثوم وبودره البصل وغادي ندير صوص ديال الصوجه صافي. وغادي نحرك هادشي مزيان مزيان البنات تيقوني هاد لا سوب هادي كتجي واعره بزاف بزاف كيف ما كتعرفوا البنات اللي متبعيني من شحال هادي زعما من القديم من بدايه القناه. انا ديما في رمضان
ما كنعتمدش على الحريره وداك الشيء، كنعتمد هكا على لي سوب، على شوربه العدس، على هذا. بالنسبه كنبقاو نخلطو مزيان، نحركو مزيان حتى تحسو كما كتشوفوا في المقلب بحال كاين الحرق. هو راه ما كاينش الحرق، ولكن هذوك العناصر مزيان مزيان يعني ندمجوا مع بعضياتهم. غادي نزيد واحد نص كاس تقريبا ديال الماء اللي سلقت فيه الكروفيت، صافي. وغادي نحرك مزيان، وغادي نزيد الكالامار اللي ديجا قطعتو مرصويات. بالنسبه للكالامار تقدروا ما ديروش، ولكن هادي عاوتاني شربة السمك، تقدروا ما ديروش، تقدروا ديروا غير الكروفيت وبلاصه الكالامار ديروا الصدر ديال الدجاج هكا تقطعوه طريفات وديروه. مهم اللي موجود عندكم ديروه، تقدروا ديروا الميرناز شي سمك ابيض. مهم انا عندي الكروفيت الكالامار، غادي ندير الكروفيت والكالامار. زدك شويه الكالامار اللي زدك شويه الكروفيت اللي كان عندي، صافي. هنايا خديت واحد الطنجره، عرفتي هاد الطنجره دوزات معايا الحرب والقتال وباقا صابره معايا، وانايا خاصني ضروري نشري الطناجر، وخاصني نطيح شي طناجر يكونوا زوينين ورخاص. هذا هو اللي عندي، باغي شي حاجه زوينه وتكون في يعني في ثمن مناسب. المهم خديت هنايا الطنجره، درت فيها داك الماء ديال الكروفيت، صافي. وزدت الماء، راني زدت الماء من غير داك الماء ديال الكروفيت، زدت الماء وخويت داكشي اللي كان اللي درت اللي شحرت في المقله خويته، ودرت هنا الفيرميساد اللي ديجا درتها حتى هي في الماء وقطعتها وهكا وصفيتها وقطعتها هكا طريفات، صافي. وغادي نخلي لا سوب ديالي طيب على خاطر خاطرها مزيان مزيان حتى تطلع ليا واحد الكشكوشه، صافي. زعما راه صافي راها طابت مزيان. وفي الاخر غادي نزيد لها واحد المعلقه ديال الطحين ومعلقه ديال المايزينا. بالنسبه الى ما عندكمش المايزينا ديروا غير جوج معالق ديال الطحين باش كتجي هكا عاقده وزوينه بزاف. انتما غادي تشوفوها معايا. مهم كيف ما كتشوفوا هذه هي الطويبله ديالنا اليوم، بازينا على الحوت. درت الشوربه ديال الحوت، صراحه كتجي زوينه، وجربوها وردوا عليا الخبار. ها نتوما كتجي بحال كريميه، غير هي في الاخر كتزيدوا فيها معلقه ديال الطحين فورس ومعلقه ديال المايزينا باش ما كتبقاش ميه عليكم، كتجيكم هكا خاطره. هو على حسب كل وحده وشنو بغات، واش بغاتها خاطره على هكا ولا بغاتها قل من هكا. المهم انا كنبغيها بحال هكا، ما خفيفاش وما تقيلاش، صافي. وهنايا العصير ديال الليمون بالفريز، هنايا هذوك لي بات اللي سلقت درت معاهم شويه ديال الطون والفرماج حمار والسوريمي طوماط سوريز مايس. المهم شباكيه هذوك المعسلات بوحدهم. وهنا قريت شويه ديال الصول وشويه ديال الميرنا، وهادو بسيطلات ديال الحوت. ايوا صافي، هذا هو فطورنا ديال اليوم. غنفطروا ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام، وان شاء الله نتلاقاو مور الفطور ان شاء الله. بعدو تيصيب لينا قهيوه كحله، هادشي راسي ثقيل عليا، هادشي غير تعشيت غير تعشيت غير فطرت صافي راسي هو يتقال عليا والله الا. عبدو ما قلتيش الناس مبروك العواشر، رمضان مبارك سعيد، واش ما تمنيتو ان شاء الله حياتكم ثم وليداتكم صوموا وتعاودوا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هاتي عبدو راه شي 10 ايام مع 15 يوم مصور واحد الفيديو، راه ما باغي لا يمونطي لا حتى شي حاجه، ما باغي يتعلم لا المونتاج لا والو. ها شي هكا كطلع قهوه زوينه. هاتي قبيله شكل كنت نغسل في الماء عرفتي والسقيل، وانا نقول لعبدو قلت ليه عرفتي جاتني بحال الغماتي، كنحملش على الدار تكون فيها السقيل، كنمشي عليكم كنبغي الدراري جالسين ترونكيل كيتفرجوا، وبنتك نعسات ما بغيتيهمش يرتاحوا. وايه انا في ديك واحد البلباله ما مولفين رمضان، حنايا كندوزو هكا رمضان على العالم ماشي ندوزو. الشيء العام اللي فات وما حسيتش به، خبارك العام اللي فات الحجر الصحي وداكشي، حيت الدراري ما كانوش كيقراو يعني نعسوا وقت اللي بغاو ويفيقوا وقت اللي بغاو. مي دابا يعني اوبليجي خاصهم ينعسوا بكري باش يفيقوا بكري المدرسة، صافي واقيلا بركة ياك. يا بلاتي تعسل درتي تماك السكر فيه هذا السكر هو ديالك نتايا تشرب بلا سكر، ولكن نتايا بلا سكر ما غاطلعش. راه غنزيدك الماء. لا غنزيدك الماء، راه كاين شوية الماء. لا نتا قلت لك دابا بلا سكر ما طلعش ليك الماء. لا غادي طلع بصح. ها ماما ايوا. المهم شربوا قهوة كحلة، هنايا عاوتاني راه مسحت البوطة راكم عارفين. مع البوطة ايوا واش بغيتيها تبقى معلكه؟
راكم عارفين اللي عندكم مع الطياب سعداتك عاتك الله مرحات كاع هكا نظافه البوطه ديما مصوره لهم كتنظف البوطه ودابا شي ها انت دابا اللي سمعك تقول بحال هكا يقول مع الدار ما كيفاش دايره لا ماشي الدار تحكري لها البوطه واحد البوطه هي اللي عليها الدرك حيت اللي عندها كل بنات البوطه هي اللي عليها الدرك كنطيبوا عليها كنعمروا عليها كويسات ديال اتاي غير البره ديال درناه هي تشحر راه ضروري كي سميتو هنايا العشاء صافي راه طاب تالبلاتي وديك الساعه نقلي الفريت ايوا صافي هنايا الماعن ها هما حيتهم الطبله باقين فيها الطباسل فيهم الحوت وداك الشيء راقت تبارك الله الطبله عامره غير عبد الله يهديه قال لي ديري العشاء ها هو بعدنا ما غادي نديرو المهم نشربو قهوه ونتلاقاو غنشرب بعدا نشوف كيفاش دوك انا دابا رد عليك نشوفو ها انتما شوفو مع السلامه شوف الكشكوشه كاينه راه موس بعدا كاينه دوقي وتهلي بدا ونديرها بعد تخا يا سلام وحيد يلا سير هنايا لقيتوني كننقف هاد الجلبانه هادي ولكن غادي نحبس غنخليها شويه حتى الصباح ما بقيتش قادره نزيد حبه حتى ننقيها ما نكذبش عليكم عطيت لها بجوده دابا تعشى ساله بهاد المعينات هادو خليتهم حتى هما حتى غدا ان شاء الله تما غير هنايا غير الفريت باش غدا ان شاء الله نقلي الاسعد وامجد على حسب ليكول ايوا صافي صافي غادي نمشي نحط راسي جوج د الليل هادي صافي عييت فعلا عييت عرفتي داك العيا ديال تماره عاد بدا كيرجع ليا ايوا صافي المهم انا راه تنقول لكم اللي كاين راه ماشي راه كان يوميا كنخلي الكوزينه تشعل ومسيقاها وغسل الماعن لا البنات ما نكذبش عليكم انا راه اللي كاينه كاينه اللي ما كايناش راه ما كايناش صراحه انا راه تبارك الله راه ثلاثه الوليدات والمسؤوليه وانا بوحدي اللي زعما اللي هز المسؤوليه ديالهم وانا بوحدي اللي كندخل الكوزينه والشقه ديال الدار وهذا راه ما ساهلاش فعلا راه ما ساهلاش وباش ديري الخاطر لهذا ولهذا ولهذا راه ما ساهلاش صافي انا يا قلت علاش قديت غادي ندير صافي وتبع هنا الغدا عاوتاني ان شاء الله عطى الله ما يدار عاوتاني الشوربه راه باقا عندي لا سوبرا باقا عندي قررت انني انايا ما غاديش نبقى نكثر من داك بحال الشكل ديال العام اللي فات كان داكشي غير كيتلاح في لابوبيل صوب 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 في الاخر كيتلاح الغد لي فاش كنسخنو ما كيتكالش ولا كتكال منه حبه ولا جوج صافي صافي قررت نبقى ندير حويجه حاجه داكشي علاش حيدت عليا دوك التحضيرات الاولى دوك السيكار دوك البسيطلات في الاول باش غير جبد تسخن كول والله العظيم حيت رمضان راه ماشي ديال الكوزينه بوحدها وداكشي ضروري من الصلاه وقراءه القران وزيد وزيد ايوا المهم الزوينات ديالي هنا بقى لي غادي نقول لكم السلام عليكم وحتى نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله يلا مع السلامه.